السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي ناخذكم معايا في جوله في حديقه الاسماك اللي متواجده بالكيبك سيتي، واللي كتعد من بين الحدائق الاكثر الوجهات تميزا بالنسبه لمحبي البيئه المائيه والكائنات البحريه. في هذه الجولة غتشاهدوا مجموعة مذهلة من الأسماك الملونة الجميلة، ويمكن تجولوا بالأحواض وتتعرفوا على أنواع مختلفة من الكائنات المائية. وأيضا فهي فرصة تعليمية، بحيث أنكم كتعرفوا أكثر عن حياة البحر والبيئة المائية من خلال المعلومات المشوقة والعروض التوضيحية. بالإضافة كيمكنكم تستمتعوا بالأنشطة الترفيهية، اللي هي منها أنكم كتقدروا تشاركوا في جلسات تغذية ديال الأسماك، اللي كتمنحكم واحد الفرصة ديال التفاعل القريب مع هاد الكائنات البحرية الرائعة. Thank you.
حتى لهنا يكون الفيديو ديالنا قرب يتسالى. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الجوله ونكون كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. حاولت انني نلخص جوله ديال النهار في بضع دقائق ونوصل لكم الفكره. كانت هذه جوله في حديقه المائيه اللي متواجده في الكيبيك سيتي. كنتمنى تكون هي جوله ممتعه بالنسبه لكم حتى نتوما وتكونوا استمتعتوا معايا ولو قليلا. تلهنا كنقول لكم شكرا لكل واحد تفرج في الفيديو ديالي حتى الاخر اولا تفرج فيه غير جزء بسيط، هادشي كيشجعني وكيدعمني. شكرا لكل واحد بارطاج الفيديوهات ديالي السابقه اولا شجعني اولا دار لي جيم. كنشكركم بزاف. دابا كنقول لكم ما تنساوش تلايكيو هذا الفيديو تبارطاجيو مع حبابكم وصحابكم وتكتبوا لي ميساج زوين الى الفيديو عجبكم. كنقول لكم بسلامه وكنضرب لكم موعد مع فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.